مدن تاريخية مهمة تقع على ساحل البحر الأحمر غرب مدينة تعز، وتبعد عنها بحوالي 95 كيلومتراً، وهي مدينة وميناء تاريخي عريق. كان لها أدوار تاريخية مهمة قبل الإسلام وبعده، وقد سجل اسم المخا في نقوش يمنية قديمة باسم مخن أو مخان بخط المسند، وهو اسمها منذ فترة ما قبل الإسلام حتى اليوم. المدينة القديمة لم يبق منها سوى بعض مبان وأطلال غطتها الرمال على مر السنين. وميناء المخا من أقدم الموانئ ليس في اليمن فحسب، وإنما على مستوى شبه الجزيرة العربية. تأتي أهمية هذا الميناء لقربه من الممر المائي للملاحة الدولية بمسافة 6 كيلومترات، وموقعه بالنسبة للمناطق الجنوبية والمناطق الوسطى لليمن، كما يبعد عن باب المندب حوالي 64 كيلومتراً. اشتهرت المخا لأنها كانت السوق الرئيسية لتصدير القهوة بين القرنين 15 و17، فقد صارت مركزاً تجارياً وبلغت أوج ازدهارها، وباسمها سمي أفخر أنواع البن بموكا كافيه، وتعني بن المخا، حيث كان البن أهم سلعة يمنية تصدر إلى الخارج عبر ميناء المخا إضافة إلى سلع أخرى. المدينة تعرضت لعدة حملات عسكرية من قبل الطامعين في اليمن، أبرزها حملات البرتغاليين مطلع القرن 16 على سواحل البحر الأحمر، تلتها حملات من دول أخرى. وبعد الحرب العالمية الأولى تراجع دورها حين دمرت قلاعها وهدمت منازلها وقصورها ومتاجرها، إضافة إلى تراجع إنتاج البن في اليمن بسبب ظهور منتجين جدد للبن في العالم. مدينة المخا القديمة كانت مصورة بسور تتخلله 5 أبواب، وكانت تحوي أبراجاً للحراسة وقلعتين ودوراً مبنية بالحجارة بنمط معماري فريد. وميناء المخا القديم لم يتبقى من معالمه سوى بقايا أساسات من الحجارة مطمورة بالرمال. وهذه أطلال جامع الشاذلي ومنارته، وحيداً يقف وسط ركام المدينة القديمة التي توالت عليها حملات المستعمرين مذاع صيتها وعلت شهرتها. ويعد جامع وضريح الشاذلي من أبرز المعالم الأثرية في المخا، وينسب إلى الشيخ علي بن عمر بن إبراهيم ابن أبي بكر الشاذلي، أحد مشايخ الطريقة الشاذلية في اليمن. في الوقت الحاضر أصبحت المخا أطلال مبان قديمة إضافة إلى بعض الأكواخ من العشش، وصار ميناؤها مجرد ميناء صغير يسهم بصورة أو بأخرى في خدمة التجارة الخارجية لليمن ومرسى لسفن الصيد. والمدينة اليوم بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير.